مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده صوموا تصحوا. حلقتنا اليوم عن موضوع مهم وهو صحتكم. طبعا دكتوره كريمه اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، مبارك علينا وعليك وعلى جمهورنا العشر الاواخر ان شاء الله. يا رب يتقبلهم مننا ويعيننا عليهم يا رب، نأديهم احسن اداء ان شاء الله. امين امين. دكتورة، في سؤال يمكن بدور بذهن كثير من الناس، إنه أنا للأسف بعمل حمية غذائية ولكن ومع ذلك كل هذا الدايت عم بفشل وما عم بقدر أوصل للرقم المثالي اللي بدي إياه على الميزان. فلو تحدثينا شوية اليوم عن مواضيع الدايت وكيف ممكن، أو الحميات الغذائية وكيف ممكن فعلا تكون فاشلة بسبب سواء خارجي أو داخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يتقبل منا رمضان، وإحنا دلوقتي الأيام بتجري بينا ووصلنا بقى قربنا على الجائزة خلاص، يعني وصلنا للعشر الأواخر، ونتمنى أو نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا العشرات اللي فاتت ويوصلنا بقى للعشرة ديت، واللي وصلنا ويبلغنا ليلة القدر ان شاء الله، ونكمل صيام رمضان، يتقبلوا منا ويتسلموا منا بخير وسلام ان شاء الله. الحقيقة الموضوع ده موضوع يعني هو اثرني جدا، لان حالات كتير قابلتني بتشكي من الكلام اللي حضرتك بتقوله. بيعملوا حميات أو دايت كتير، ومع ذلك بيرجعوا زي الأول وأكتر، أو ما بيلاقوا إن هم ما بيحصلش نزول في الوزن، فبيجي لهم إحباط فبيرجعوا أسوأ من الأول. فالكلام دوت إيه سببه؟ هو سببه للأسف إن إحنا لما بنروح للدايت أو للحمية الغذائية بيبقى كل اللي احنا مركزين عليه انقاص الوزن، مع ان هو يا جماعة الموضوع عكسي تماما. انا لو صلحت صحتي وصلحت عاداتي وصحتي بقت كويسة، جسمي هينزل ووزني هينزل طبيعي من غير اي حاجة. لكن انا ممكن انزل وزني وصحتي تبقى سيئة، هو اللي بيبطل اكل وما بياكلش وبيخفض سعراته الحرارية اللي هو مفروض بيحتاجها الجسم لدرجة كبيرة، مش بيخس، بيخس بس مجرد ما بيرجع ياكل بيتخن تاني. ليه؟ لان هو ركز على اتجاه، ركز على انه يخفض الوزن، مركزش على انه يصلح صحته. لان اما صلح صحتي هتبدأ اجهزتي تعمل بارتياح، هتعمل المنظومة بتاعت جسمي هتشتغل صح، يبقى في الحالة دي أنا حوصل الطبيعي إن أنا حنزل الوزن الزيادة اللي عندي. طب إيه بقى اللي بيسبب المشكلة اللي عندي دي؟ المشكلة إن عملية التفكير في الأكل ما أصبحتش هي سببها الجوع. إحنا اتكلمنا أفرادنا عن موضوع الجوع حلقة قبل كده كاملة، واتكلمنا فيها إيه هو الجوع وإيه الهرمونات اللي بتخرج في الجسم. مش كل حاجة، مش كل جوع هو بيبقى احتياج الجسم للأكل. في أنواع كتير من الجوع، إحنا اتكلمنا قبل كده عن الهرمونات اللي بتأثر على الجوع والشبع. النهاردة هنشوف إيه الحالات اللي بتنتاب الإنسان اللي ممكن تخليه يحس بالجوع. في عادات وتفكير ومشاعر وحاجات كتير جداً هي بتخليك تلجأ للأكل وبتدور على إنك تتناول كمية كبيرة من الأكل. الشعور ده ممكن ينتابك لما في ناس خلاص ربطت مشاعرها بالأكل، لما تبقى فرحانة تجري وتنزل وتروح تكافئ نفسها عند ماك ولا ده ولا ده ولا ده وأي محل بيبيع وجبة جاهزة، وتجيب وجبة جاهزة وتجيب بيتزا وتجيب تورتة عشان هي فرحانة وسعيدة، فتقوم تعبر عن الفرحة والسعادة بالأكل. في ناس تانية لما تبقى مكتئبة بتجري وتحط بتطلع مشاعرها وبتفرغ كل همومها في الأكل،
تبقى حزينة ومضروبة ولا فيها أي مشكلة، وتلاقي باب التلاجة ما بيتقفلش. النوع ده من الجوع أو من الأكل بنسميه الجوع العاطفي أو الجوع الحسي. يبقى أنا عندي نوعين من الجوع، عندي جوع حقيقي أنا ببقى جعانة فعلا، معدتي فاضية وجسمي محتاج لأكل، وعندي حاجة اسمها جوع المشاعر أو جوع الجوع العاطفي أو الجوع الحسي. طب ايه الفرق؟ اعرف انا ازاي؟ هي دي المشكلة اللي بيقعوا فيها الناس، ان هو بيبقى عنده المشاعر اللي بتؤدي ان هو ياكل، وهو عمال بيشتغل بيعمل دايت، فالمشاعر ما بيقدرش يقاومها فبياكل، يعني بيمشي تبع الدايت بس بيجي يلخبط، بيجي بقى ايه، لا انا زعلان شوية معلش بقى، يعني الدايت عامل لي اكتئاب ويروح جايبها على الدايت. انا فرحان، لا معلش هدي لنفسي فرصة بقى النهاردة اظبط نفسي شوية. فيشعر ان الاكل هي الحاجة اللي بيفرغ فيها مشاعره، فبالتالي ما بتنفعش معاه اي حمية، لان هو مش قادر يحكم ومش عارف ايه السبب. هو بيفكر ان انا مفروض انا ماشي على نظام دايت معين، يبقى بعد فترة بيبدأ حجم معدتي يقل وابدأ اتعود على كميات قليلة من الاكل، لكن انا باكل وباكل بشكل شره. هو مش قادر يحدد بقى ان في حاجة اسمها جوع مشاعر. طب اعرف ازاي؟ في فرق بين الاتنين. الجوع الحقيقي هو بيجيلي تدريجي. امتى افرق بين ده وبين ده؟ الجوع الحقيقي انا بشعر بيه تدريجي، انا مش قيس فجأة بحس ان قلبي هيقع من الجوع، لا ده انا حبه بحبه بحبه بشعر ان انا جعان، بشعر ان انا هفتان، بشعر بقى لا خلاص انا عايز اكل. ده جوع حقيقي. طب ايه كمان؟ الجوع الحقيقي انت بتدور على حاجه تاكلها، اي حاجه هتاكلها هتسد الجوع. لو لقيت اي حاجه واكلتها خلاص انت ساتسفاي بيها وهتسد الجوع بتاعك. وعاده لما بيبقى جوع حقيقي وبتيجي تدور على حاجه تاكلها بتبقى حاجه صحيه، وخاصه لو انت واحد ماشي على سيستم معين بتغير فيه عاداتك وبتغير فيه سلوكياتك. فدايما في الجوع الحقيقي انا بدور، ولا ده ممكن، لا ده ممكن يضر، ده ممكن ينفع، بدور على حاجه صحيه وباكلها. وبعد لما باكل انا ما بشعرش بالندم، ما بحسش ان انا بوظت الدنيا، انا كنت جعان واكلت وخلاص وشبعت، ده العادي. طب تعالى بقى نشوف جوع المشاعر او الجوع العاطفي بيعمل ايه. بتبقى جواك رغبة ملحة على نوع معين من الاكل، انا هموت دلوقتي واكل شوكولاتة، انا هموت واكل تورتة، لا حد ينزل يروح يجيب لي قطعتين جاتوه ولا يجيب لي تورته، نوع معين عايز تاكل وجبه جاهزه معينه، برجر ولا ده ولا ده ولا ده، اي نوع من الوجبات. انت هي اول لما تلاقي في الحاح شديد من داخلك بيلح على نوع معين من الاكل، اعرف ان ده مش اكل حقيقي. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اما بتاكل بتاكل بشراهه، يعني ممكن يبقى قدامك طبق جاتوهات او طبق مقرمشات او حاجه زي كده، بتاكله كله وبتاكله بشراهه فعلا، يعني مش اكل واحد جعان، لا اكل واحد انا ده مش هيجي لي كل شويه فانا عايزه التهمه بحاله. وبعد بقى للاسف بعد ما بتاكل بتحس بالندم، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ده انا كده بوظت كل اللي انا عمال بعمله، ده انا بقالي شهر عمال بعمل دايت وماشي على نظام وفي وجبة واحدة بوظت وضربت الدنيا. تقعد تأنب نفسك، يعني بعد ما تاكل وترضي رغبتها بتقعد هي نفسك تقعد توبخ وتقعد تأنبك، فده اسمه جوع المشاعر. هو ده اللي لازم نعرفه، ولازم لما تجينا الحالة او لما حد ينتابه المواضيع دي يركز قوي 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 مع نفسه ويشوف هو أي نوع من الجوع. طب أعرف إزاي؟ زي ما قلنا أنا مش هستنى بقى لما أكل وأكل أي حاجة وأنب نفسي، أنا عايز أعرف من البداية. من البداية هيبقى هي نفسك بتطوق لنوع معين من الأكل. غير كده بقى أنا آكل بإدراك بوعي، أعمل إيه؟ أفكر هو أنا إيه الموقف اللي أنا كنت فيه قبل ما يحصل لي الجوع ده؟
انا طب ايه المشاعر اللي انا كنت فيها قبل لما تجيني الحاله دي؟ لو انا لقيت نفسي ان انا كنت في مشاعر مختلفه عن الوضع الطبيعي بتاعي، مشاعر فرح، مشاعر حزن، مشاعر اكتئاب، اعرف على طول ان انا في حاله من غير طبيعيه. لو انا سبت نفسي ليها انا فعلا هسبب في فشل النظام او السيستم اللي انا ماشي عليه. طب هعمل ايه؟ احاول اخرج نفسي من الحاله دي، يعني ممكن اشرب شويه ميه، ممكن اتوضى واروح اصلي، ممكن اقرا ايتين قران، ممكن اعمل مديتيشن، ممكن اعمل ارسم، اقرا في كتاب، احاول اخرج من المشاعر. اذا كانت هي مشاعر فرح احاول ان انا افكر بعقلي، لا اعبر عنها بحاجه تانية، افرح الناس اللي حواليا، ممكن انزل اتفسح، ممكن انزل اتمشى، ممكن اعمل خروجه انا كان نفسي فيها. مش لازم تعبير المشاعر يبقى هو الاكل اللي بيدل عليه. لو احنا بدانا عملنا كده هنحول الاكل من اللاواعي للواعي، لان احنا لما بناكل في الوضع ده بناكل بالعقل اللاواعي، هو متبرمج لما بيفرح بيروح يجيب تورته وجاتوه وبيجيب حاجات حلويات وشوكولاتات وكده، لما بيزعل بيفتح التلاجة وبيطلع اي اكل موجود ويقعد ياكل بشراهة. انا لما بفكر وبربط الحالة اللي انا فيها بمشاعري اللي انا حصلت لي قبل ما تحصل لي حالة الجوع دي، انا كده بنقل الموضوع من عقلي اللاواعي للعقل الإدراكي للوعي. فأبدأ لا، طالما اتنقل للإدراك وطالما اتنقل للوعي لا هتراجع، ولو أخطأت مرة مش هعملها تاني. الحقيقة دي كانت أمثلة موجودة فعلا وجات لي، وكانت مشكلتها إنها مش قادرة توقف أكل. ولما قعدنا بقى ندور ونبحث في الحالة ونشوف اليوم بحاله ايه اللي حصل فيه، فعرفنا ان فعلا السبب مش انها بتجوع ومعدتها بتفضى وهرموناتها بايظه، لا ده السبب ان هي داخله في حاله الجوع العاطفي او جوع المشاعر ده. طبعا رمضان بيجينا من بعد الفطار لغايه السحور فتره، مش عايزين مشاعرنا تلخبط لنا الدنيا. لو صح، انت حصل لك اي حاجه في الوقت ما بين الفطار والسحور، كبيرك تاخد واحدة فاكهة، تفكر بعقل عشان اللي احنا بنعمله ما نبوظهوش. خلاص يا جماعة ده كلها 10 ايام، عايزين بعد ال10 ايام دول تكون بقينا غيرنا تفكيرنا وسلوكياتنا وعاداتنا السلوكية من ناحية الاكل، مش بس ان احنا بنظبط في رمضان، نكون خلاص اعتدناها وبقت عادات سلوكية عندنا. ارجو لكم المغفرة والقبول والصيام اللي ربنا يتقبله، وفي الآخر نطلع من الصائمين المتقين بإذن الله. أشوفكم في آمين حلقة آمين. قادمة نكمل برضو الموضوع ده، لأن الموضوع ده مهم جدا وعايزين نستوفيه بكل جوانبه. السلام إذا عليكم. انتبهونا غدا بصوم وتصحوا مع الدكتورة كريمة عبده في موضوع كثير قريب على هذا الموضوع، وإن شاء الله أكيد حنتكلم عن مواضيع بتهمكم في الصيام وما بعد الصيام. نراكم في حلقة قادمة، تصبحون على خير.